السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، لقد أتيتكم بوصفة بإذن الله تبارك وتعالى، برنامج علاجي لطرد الشيطان المارد والماردة. كثير منكم سيعاني من هذا الشيطان المارد والماردة، سواء عاشق أو عاشقة أو تابع أو تابعة، يعني يتمرد، لا يريد الخروج، أو قد يؤذيك في المنام، يحاربك، يخنقك، يزعجك، تشعر بالضيق، تشعر بأنك حزين، تريد أن يأتيك أفكار الانتحار، أفكار الوسواس، أفكار الموت، يقول لك ستموت رغم أنك تقرأ القرآن وتقرأ الذكر والتسبيح والاستغفار، ولكن هو يحاربك الخبيث. هذا برنامج علاجي أعطناه لشخص خارج المغرب واستفاد منه بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا أردتم هذا العلاج أن تستفيدوا منه للأمانة فإنه قوي، ولكن يحتاج صبرا صبرا وجلدا، ويحتاج بإذن الله قوة الشخصية. فاصل ونواصل. إخواني أخواتي، تستفيدوا من هذه القناة. أنت هل أنت مشترك؟ وهل أنت مشتركة؟ اضغط على زر الاشتراك الآن قبل إكمال الحلقة إن شاء الله، وزر الإعجاب هل ضغطت عليه أولا؟ اضغط عليه فهو دعم للقناة، وهناك أزرار كثيرة أسفل الفيديو، وخصوصا الزر مكتوب فيه شكرا، فتعامل معه إن شاء الله واضبطه جيدا، وأنا أقول لك شكرا. فماذا ستفعل؟ ستأخذ بإذن الله ما تقرأ عليه، سورة الصفات 7 مرات، سورة الفاتحة 7 مرات، وتنفد فيه عندما تقرأ الآيات، فداوم عليه، استحم به بإذن الله، واشرب منه، وقرأ سورة الصفات مع سورة الفتح 7 مرات على الزيت، وادهن بها بإذن الله تبارك وتعالى أطرافك، وادهن الأذنين، وادهن الوجه، وادهن الرقبة والصدر والأطراف قبل النوم، وسترى فيها تأثيرا على الشيطان المارد أو الشيطان الماردة. دوم هذا البرنامج لمدة شهر أو 20 يوم، سترى فيه نتيجة بإذن الله أنك تعذب هذا الشيطان المارد وتحرقه بإذن الله تبارك وتعالى. وخصوصا لبعض الناس الذين قد يقولون نحن نريد مثلا زيت الرقية التي سوف ندهن بها. هذا زيت الرقية لم نضع عليه ملصق إلى الآن لأنه لم يصلنا من المطبعة، ولكن هو زيت الرقية يتكون من 7 زيوت، اسمه 7 زيوت للرقية. إذا أردت هذه الزيت 7 زيوت للرقية فهي موجودة عندنا، نرسلها بالطلب في المغرب كله والتوصيل بالمجان، أما خارج المغرب فزائد مصارف الشحن، فيها 200 مليلتر إن شاء الله. فإذا تريدها فستسجل طلبك بهذا الرقم إن شاء الله الموضوع في أول تعليق أو على الشاشة، ونرسلها لك في كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاصل ونواصل. إخواني أخواتي، للناس الذين يريدون منتجات الراقي أحمد السوسي، هي وصفة إبطال السحر المأكول من فات نصف كيلو، هي وصفة من نصف حجم 250 جرام موجودة، هذه وصفة فك عقد الخوف والقلوب المزمنة موجودة عندنا بإذن الله، هذه وصفة الاغتسال بالأعشاب بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا تريدها بإذن الله تبارك وتعالى فيمكن أن تسجل الطلب. هذه زيت الرقية بإذن الله تبارك وتعالى سوف نضع لها ملصق يناسبها بإذن الله من فئة 200 ملل. فإذا أردت واحدة من هذه الطلبات فسجل طلبك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، الرقم ستجد. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.